اللي قدامكم ده هجين مش هجين، يا ريت هجين، عارف لو هجين كنا عديناه، ما احنا بنهجن الحمام والفراخ والقطط وكل حاجه، الفراخ البيض جاي هجين. انما هو قال لك ما حاجه زي بلند كده او ميوت، يعني تلقيح صناعي، يعني من الاخر ضغط انابيب ما بين المانشن كاتس واللي هي القطط اللي بتبقى رجلها صنططه دي اللي هي اوبا في الجمال وبتطلع مع فيديوهات المشاهير، وده انا صغننه كلها صغننه كده طبعا، دي معرضه للامراض والكسر وكده بس اوكي. وما بين قطط تانية اسمها هيرلس وهي طبيعتها شعرها ما عندهاش شريق ما عندهاش فروه، دي منهم الاثنين يعني عامل زي تلقيح صناعي كده القطه، والقطه ولدت القط اللي شايفينه ده بيسموه اكس ال بولي كات، على اساس ان اتعملت التجربه دي قبل كده في كلاب فنجحت. طبعا الناس المشاهير او الناس اللي هم مهتمين بالطبيعه الحيوانيه بتنصح ان بلاش تشتروا النوعيه دي من القطط، الجلد بتاعه بيبقى ممكن يأذيه لانه ضعيف جدا زي جلد البيبي، فممكن يتعرض لحروق شمس او ساعه، ده اللي بيلبسوا تيشرت وبنطلون تمام. طيب كمان رجليه القصيره بتعرضه للكسور، كمان هو اقصر من عمر القطط الثانيه بست سنين، وده نتيجه ان هو مخلط جينيا في المعامل اساسا. سؤال واحد بس بقى، يعني الحركات دي اتعملت مع البولي دوجز بحيث ان هو كلب حراسه بقى للمشاهير والتجار اللي بتوع والحاجات ماشي تمام، طب دي قطه هتنمنو يعني اخرها نيو نيو، ما تربيها في انتوا ما تسيبوا الناس تربي قطط طبيعيه.